بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيات المباركات والأخيرة في سورة الأعلى في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح، الفلاح وضد الخسار، الفلاح هو الفوز والنجاة، فهو كلمة جامعة. من تزكى يعني طهر نفسه من الشرك والمعاصي، وذكر اسم ربه، ذكر اسم ربه، ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة، وقد أمر الله جل وعلا به في آيات كثيرة: واذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله يكون باللسان، الثناء على الله بأسمائه وصفاته ونعمه، ويكون أيضا بالقلب اعتقادا وإيمانا، ويكون أيضا بالأفعال. فالصلاة ذكر لله عز وجل، قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة ذكر لله عز وجل، وفيها الثناء على الله، فهي ذكر لله عز وجل. وذكر اسم ربه، يذكر الله جل وعلا ويثنى عليه بأسمائه وصفاته. فاسم هنا مضاف يشمل جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن المفرد إذا أضيف يعم. فصلى، صلى الصلوات المفروضة والصلوات المستحبة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، هي أعظم أنواع العبادات، ولهذا جاءت بعد الشهادتين، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ذكر اسم ربه فصلى، ثم قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا. فمن الناس من يغفل عن ذكر الله ويغفل عن الصلاة ويشتغل بالدنيا، مع أن الدنيا مطية للآخرة ومزرعة للآخرة لمن استغلها في طاعة الله واستعان بها
على عبادة الله سبحانه وتعالى، فيجمع بين الصلاة والذكر وطلب الرزق. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا هو المنهج الذي يسير عليه المسلم. وأما الذي يؤثر الحياة الدنيا هذا خاسر، والدنيا ستزول والآخرة مقبلة والثروات والأموال ستزول ولا يبقى إلا العمل الصالح الذي يخرج به من هذه الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا من باب الإنكار. ثم قال جل وعلا مقارنا بين الدنيا والآخرة: والآخرة خير من الدنيا وأبقى منها، لأن الآخرة باقية دائمة والدنيا زائلة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال جل وعلا: إن هذا، أي ما ذكر في هذه السورة من أولها إلى آخرها سورة الأعلى، إن هذا لفي الصحف الأولى، مذكور في الصحف والكتب الأولى قبل القرآن. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وموسى كليم الله. فهؤلاء أفضل النبيين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا ضمن هذه السورة العظيمة ما في الصحف الأولى، وهذا من فضله على هذه الأمة، فلله الحمد والشكر. نعم، الحمد لله والشكر. وصلنا هذا السؤال من الزملاء في الكنترول من إحدى الأخوات، تذكر الشيخ صالح بأنها متزوجة منذ 25 عام، وزوجها قد تزوج عليها بسبب الإنجاب، فحلفت بأنها ما ترجع إلى بيت الزوجية ورجعت له، مع أنه رفض أنها تتعالج في هذا الموضوع. نعم، إذا حلفت لا ترجع إلى بيت الزوجية فهي حلفت على شيء لا يجوز، لأنها يجب عليها أن ترجع إلى بيت الزوجية. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على شيء فأرى خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي رواية: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والله جل وعلا قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، الله سميع عليم. فالله جل وعلا نهى أن يحلف الإنسان أن لا يفعل الخير، لا يفعل الطاعة، وإذا حلف فلا يستمر على هذه اليمين بل يخالفها ويفعل الخير ويكفر عن يمينه. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. الله سبحانه وتعالى وسع على عباده، لكن هم يضيقون على أنفسهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، عندي أغنام أبيع وأشتري، وسعر الخروف 1500 ريال، ويأتي من يشتري مني فأبيعه بقيمة مؤجلة ب2000 و2500 لسنة قادمة،
ما حكم هذا البيع؟ لا بأس بذلك، أن يباع الشيء إلى أجل ويزاد في ثمنه في مقابل الأجل، ولا شك أن بيع الآجل أنه أكثر قيمة من البيع الحاضر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البعير بالبعيرين على إبل الصدقة، فلولا الزيادة لما أجل الناس ديونهم وأثمان سلعهم. نعم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بالبرنامج. هذا السائل يقول: الشيخ صالح، ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعي إلى الله؟ وهل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب مكلف بالدعوة إلى الله؟ يشترط في الداعي إلى الله الإخلاص لله عز وجل أول شيء، لا يدعو رياء ولا سمعة ولا لأجل طمع الدنيا، وإنما يدعو إلى الله. الشيء الثاني يكون على بصيرة، يكون على بصيرة أي على علم، فيتأهل بالعلم قبل أن يدعو إلى الله حتى تكون دعوته مبنية على علم وفقه في دين الله عز وجل، ويعرف كيف يدعو وكيف يقابل المدعوين وكيف يفتي إذا سئل، لأن الذي يدعو إلى الله ويقف أمام الناس ويتكلم يسألونه عن مسائل، فيجب عليه أن يتفقه في دين الله حتى يجيبهم. وأيضا الذي يدعو إلى الله قد يتعرض لمعترضين يجادلونه، فإذا لم يكن عنده علم فإنه يفشل أمامهم، فيجادلهم وجادلهم بالتي هي أحسن، يكون على استعداد لهذا. أما الذي ليس عنده علم فلا يدعو إلى الله إلا من باب يعني توجيه اليسير والشيء الواضح، كأن يأمر بالصلاة ويأمر بأداء الزكاة ويأمر بالأمور الواضحة. وأما الأمور التي تحتاج إلى علم فهذه لا بد للداعية أن يكون على علم بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عبارات وقول للشيء ليته لم يحصل هذا أو ليته حصل كذا وكذا، هذا تمني، ولكن إذا حصل شيء لا يرغبه فليقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. في عبارة أخرى قول: ما صدقنا على الله أننا نأتيكم في هذا المجلس. هذه عبارة عامية، يكفي أن يقول: ما صدقت أني أراكم في هذا المجلس، يعني ولا حاجة إلى قوله على الله، يقول ما صدقت يعني أن هذا صدفة ولا توقعته وما أشبه ذلك. نعم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ: بالنسبة لصيام التطوع، هل للإنسان أن يفطر إذا حدث له عارض في صيام الخميس والاثنين أو ثلاثة أيام من كل شهر؟ نعم، صائم التطوع له أن يفطر وله أن يمضي ويكمل اليوم، له هو، خصوصا إذا كان هناك سبب للإفطار فإنه يفطر. صوم التطوع، الصائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أكمل الصيام وإن شاء قطعه.
قطعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقطع الصيام في النهار لسبب من الأسباب. نعم. يقول له فقرة أخرى في موضوع الصيام بالنسبة للإنسان، هل يجوز للإنسان إذا سمع أذان الفجر سواء في رمضان أو في غيره وهو صائم أن يشرب والمؤذن يؤذن؟ إن كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا يشرب ولا يأكل، وإن كان المؤذن يبكر بالأذان فلا بأس أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر ويؤذن المؤذن على طلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم يؤذن على الصبح لأنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فلا يأكل إذا كان الأذان على طلوع الفجر. أما إن كان متقدما عن طلوع الفجر فلا بأس أن يأكل ويشرب. ولهذا المؤذن إذا أذن الأول فلا بد أن يؤذن على طلوع الفجر، أو يكون هناك مؤذن آخر لئلا يعني يحير الناس في هذا ويتحرجون من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في سؤاله الأخير يا شيخ، والدنا مرض في رمضان الماضي واستمر معه المرض حتى محرم، مع أنه صام 10 أيام من رمضان الماضي وتوفي في هذه الأيام في المحرم، هل علينا أن نقضي عنه؟ إذا كان ما تمكن من القضاء ومات في مرضه فليس عليه قضاء، إنما إذا تمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات قبل أن يقضي ما عليه فإنه يبقى الصوم في ذمته فيقضى عنه. قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. نبدأ بالاتصالات، نبدأ بأحمد من الرياض، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ الأول، الحين القراءة المكتوبة بالزعفران اللي على الورق تنحط بموية وتشرب، هل فيها شيء أو إنها حلال؟ لا ما فيها شيء حلال، ما فيها شيء، هذا من الرقية، وكان السلف يرخصون في هذا. نعم، لأنه من القرآن وهو داخل في الرقية. نعم. طيب يا شيخ، الحين أنا بسجل بالسعودة، هل هي حلال أو حرام؟ الكذب لا يجوز والاحتيال ما يجوز يا أخي، إما أن تشتغل وتأخذ راتب وإلا يترك الكذب والحيل والسعودة الكاذبة، يدفعون لهم دراهم وهم في بيوتهم ولا يشتغلون، لأن الدولة ألزمتهم أن يوظفوا سعوديين يحتالون على نظام ولي الأمر، وهذا لا يحصل به المقصود الذي أراده ولي الأمر وهو نفع المواطنين، أن يكون المواطن أولى بالدرجة الأولى في التشغيل. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال، يقول السائل شيخ، بالنسبة للرجل كيف يتعامل مع الخلاف الأسري الذي يقع بين زوجته وأمه، وإذا طلبت الزوجة بيت مستقل عن أمه هل يوفي بطلبها؟ نعم، إذا حصل بين أمه وزوجته سوء تفاهم يصلح بينهما ما استطاع حتى يزول هذا، فإذا لم يمكن وبقي سوء التفاهم بين أمه وزوجته فإنه يسكن زوجته في بيت آخر تكون بعيدة عن أمه حتى لا يحصل سوء التفاهم. ونعم، الزوجة لها حق السكنة، ومن جملة حقوقها على زوجها السكنة، فيسكنها في بيت يليق بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إن شاء الله سأسافر للدراسة، وبالنسبة يا شيخ لجمع الصلوات وكذلك صيامي فضيلة الشيخ، بالنسبة للصلوات هل أجمع وأقصر كما قرأت في الفتوى؟ يا أخي لا، الإقامة الطويلة التي تزيد على 4 أيام لا يجمع فيها ولا يقصر، لأن السفر انتهى وصار مقيما، لا سيما الذي ذهب للدراسة. الدراسة ما هي بيوم وليلة أو 4 أيام أو 3 أيام، الدراسة تحتاج إلى مدة طويلة، قد تحتاج إلى سنين، فلا يفطر، بل يصوم رمضان ولا يقصر ولا يجمع، لأنه أصبح مقيما، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو الذي تبرأ به الذمة. نعم، جزاكم الله خير. كلمة حقوق الطبع محفوظة، إذا أراد شخص أن يترجم لكتب عالم من العلماء إلى لغة أخرى، فهل يجب على الطالب أن يستأذن من ذلك العالم قبل البدء في الترجمة؟ نعم بلا شك، لا يترجم كتابه إلا بعد إذنه، وأيضا لا بد أن تعرض ترجمته على أهل المعرفة والثقة، لئلا يكون هناك تغيير في النقل من لغة إلى لغة. وحقوق الطبع هذه من حقوق المؤلفين، وهذا نظام معروف، هذا نظام معروف، نظام المطبوعات، لا يجوز لأحد أن يطبع كتاب أحد إلا بعد إذنه أو إذن من طبع الكتاب قبله. نعم، هذا نظام معروف، نظام المطبوعات. نعم. سعيد من الدمام، تفضل يا سعيد. سعيد معنا. سعيد، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، عندي 3 أسئلة. الأول مختصرا، السؤال الأول، أنا دائما أصلي في المسجد، وبعد الصلاة كده يعني بعض الصلوات يعني أخذ موية، يعني في موية في المسجد أخذ منها، أخذ يعني حبات كاسات موية، أخذ لي 3 أو 4 فرضا أجيبها البيت. طيب يجاوب الشيخ لحظة، يجوز ولا لا؟ لحظة. طيب. لا ما يجوز لك هذا يا أخي، لا يجوز لك يا أخي، هذا اللي في المسجد هذا وقف على المسجد، لكن لك أن تشرب ما دمت في المسجد، وأما أن تأخذ إلى بيتك فهذا لا يجوز، لأن هذا الماء أصبح وقفا على المسجد والمصلين. نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني، أنا دائما أنا عندي غسيل الكلى، وبعض الحين أروح أغسل العصر، تفوتني صلاة العصر صلاة المغرب، أطلع فرضا بعد العشاء تحضرني صلاة العشاء، فما أصلي العشاء بعدين أصلي العصر والمغرب، ولا كيف ترتبها؟ طيب، لا، المغرب ما تجمع مع العصر، تصلي العصر وتؤخر المغرب وتجمعها مع العشاء إذا انتهى الغسيل، جمع تأخير. نعم. السؤال الثالث والأخير، في مكاتب يا شيخ مكلمهم أنا، يعطون قروض، يعطون فرضا 20,000 أو 30,000، يعني يعطيك 20,000 يأخذ عليك 10 زايد، يعني كلمت أنا قال أنا أعطيك فرضا 30 أخذ عليك 45 أو 50، هل هذا يجوز لي ولا ما يجوز؟ هذا ربا صريح يا أخي، حرام، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لا يجوز هذا القرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم، فعليك أن تتقي الله وأن تنصح هذا الذي قال لك هذا الكلام الباطل. نعم. الشيخ صالح، نعود إلى البرادات التي توضع في المساجد وفيها مياه باردة وساخنة، ما رأيكم فيها؟ هذا شيء طيب للمصلين، وهذا فيه أجر عظيم وفيه نفع للمصلين، فهو من أعمال الخير، وفيه إعانة للمصلين والجالسين في المسجد. نعم. يقول هذا السائل، قرأنا أن إبليس قد طرد من رحمة الله بعد أن امتنع من السجود، فأين كانت الوسوسة؟
نعم. يقول امتنع من السجود إبليس وطرد من رحمة الله، فأين كانت تلك الوسوسة؟ ما هي وسوسة، هذا واضح. أمر الله الملائكة بالسجود وإبليس معهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، استكبر وقال لربه لا أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، فاستكبر عن أمر الله عز وجل فلعنه الله وطرده. نعم. هذا يسأل يا شيخ بالنسبة لبعض الجوائز التي تقدم للبحوث الفقهية، مثلا يأخذ أجر وقيمة لتلك البحوث التي يقوم بها الشخص لشخص آخر. الجوائز على طلب العلم الشرعي طيبة ولا بأس بها، المسابقات التي تكون في حفظ القرآن في بحوث مفيدة لا بأس بذلك، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول أرجو أن تنصحوني، فأنا أعاني من الوسوسة وخصوصا فيما يتعلق بالوضوء، فما حكم دلك الأرجل فترة من الوقت عند الوضوء؟ يا أخي استعن بالله، سم الله عند بداية الوضوء يطرد عنك الشيطان، وامض في وضوئك ولا توسوس، والدلك ما هو لازم، اللازم أن يضفي الماء على العضو ولا يبقى من العضو شيء لم يصل إليه الماء. إذا حصل دلك فهو شيء مستحب، وإذا لم يحصل يكفي جريان الماء على العضو كله. نعم. محمد من حائل، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الله يمسيك بالخير يا الشيخ صالح انت والمشاهدين. انا طال عمرك سؤالي الشهادة، ما ادري طال عمرك هي من السني ولا واجب ولا مستحب. انا كنت اذكر قبل يعني عدة سنوات لو تشتري سيارة لازم تحط شهود، وكالة شرعية شهود، الان ما اسمع لهن، هل هي يعني تدخل فيها البركة والشيء اللي ما عليه شاهد؟ ما ادري، ودي توضح الموضوع، الله يجزاك خير. يا أخي الإشهاد على البيع مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجبا، وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا من باب الاستحباب وليس واجبا، فلو تبايعتم ولم تشهدوا فالبيع صحيح ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. تقول الأخت السائلة شيخ، هل للمرأة في العمرة أو الحج لباس معين وقد حدد بالأبيض؟ لا، المرأة تلبس لباسها العادي في الإحرام، إذا كان ساترا وليس فيه زينة وضافيا على الجسم، إلا أنها تتجنب شيئين فقط نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما البرقع أو النقاب والقفازان على اليدين، الجوارب اليدين، تتجنب هذين الشيئين، البرقع والجوارب على الكفين، وما عدا ذلك تلبس ما شاءت مما ليس فيه زينة ولا يخرج عن عادة النساء ويلفت النظر. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول الشيخ صالح، بالنسبة للصيام عن الميت من باب إهداء الحسنات، ما رأي الشيخ فيه؟ هذا لم يرد منه يصام عن الميت إلا إذا كان عليه صوم واجب كصيام رمضان أو نذر، صيام نذر، نذر أن يصوم ومات ولم يصم يصوم عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إهداء ثواب الصيام إلى الميت فهذا لم يرد ولا تدخله النيابة، هذا لا تدخله لأنه من الأعمال البدنية فلا يهدى إلى الميت. نعم. بعض الناس فضيلة الشيخ يخصص يوم الاثنين والخميس لإخراج طعام عن متوفاهم.
نعم، إخراج الطعام على وقت الحاجة، الاثنين والخميس أو أي يوم يصادف محتاجا، والأجر سوا في الاثنين والخميس وغيرهما من الأيام، الأجر سوا في هذا. تخصيص يوم لإخراج الطعام هذا لا دليل عليه، إنما إخراج الطعام عند الحاجة ووقت الحاجة ووجود المحتاجين يراعي هذا. نعم. هذا السائل أبو خالد يقول: الشيخ حفظكم الله، ما الأسباب في نظركم الشيخ في الفتور الذي يعتري الإنسان بين الفينة والأخرى بالنسبة للأعمال الصالحات، وكذلك الأسباب التي تعين على زيادة الإيمان؟ هذا الكسل، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العجز والكسل، فيترك الكسل ويحرص على فعل الخير ويتعتاده. أما إذا أعطى نفسه مناها وتكاسل فإن الكسل يزيد عليه، لكن إذا جزم واستعان بالله عز وجل وتعتاد نفسه الطاعة فتألفها، وأما إذا فتح لها باب الكسل فلا تنتهي إلى حد. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء. تليفون البرنامج تظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاستفسار والاتصال بفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أسقط جدار على مجموعة من القطط وهو لا يدري عن هذه الحيوانات فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه في هذا، لأنه لم يتعمد. أما إذا تعمد قتلها وهي غير مؤذية ومن غير سبب فهذا لا يجوز، يكون آثما في هذا. نعم. تفضل يا سلطان من الرياض معنا على الخط. سلطان قصر التلفزيون شوي، قصر التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام. قصر التلفزيون واسمعنا من الهاتف، تفضل. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ الله يرضى عليك، عندي استفسار بخصوص الضوابط الشرعية للحصول على قرض من البنوك. يا أخي، البنوك ما تقرض إلا بربا، ما تقرض البنوك إلا بفائدة ربوية، فلا يجوز. إن حصلت على قرض حسن بدون فوائد فهذا لا بأس به، هذا طيب. أما البنوك فالمعروف عنها أنها ونظامها كذلك لا تقرض إلا بربا، يستثمرون القرض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما الحكمة من إخراج زكاة المال؟ وإذا تكاسل الإنسان وعنده مال ولم يخرج الزكاة ماذا يلزمه؟ يلزمه إخراجها، لأنها تبقى في ذمته، دين في ذمته، لا بد من إخراجها حتى لو مات وهو ما أخرج زكاة ماله، تخرج من تركته ويبدأ بها قبل الميراث، لأنها دين لله عز وجل وحق للمحتاجين. نعم. تفضل يا محمد من المدينة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. يجزاك خير يا شيخ، بالنسبة للتصدق للميت بالمصحف وعن طريق الواتسابات والقرآن والحديث وزي كذا. نعم يا أخي، شيء طيب. أقول شيء طيب توقيف المصاحف والكتب وجعل ثوابها للأموات، شيء طيب للأحياء وللأموات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كنا في جلسة في استراحة مع بعض الزملاء فأفاد بعض الإخوة بأن الزواج من الأقارب خطأ. لا، الخطأ هالكلام هذا ما هو بخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أقاربه، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له أن يتزوج من أقاربه، وزوج عليا ابن عمه بنته فاطمة رضي الله عنها،
الصحابة يتزاوجون من أقاربهم، إنما هذه شائعة لا أصل لها. نعم نعم. لماذا يجرى بعض الناس فضيلة الشيخ على إصدار تلك الأحكام والفتية؟ لعدم الخوف من الله، عدم الورع، مسؤول عن الفتوى. هذا من القول على الله بغير علم. الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالوعيد في هذا شديد والعياذ بالله، لأنه قول على الله بغير علم. نعم. عطية من الباحة، تفضل يا عطية. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. الله يحييك يا شيخ. طال عمرك عندي سؤال. تفضل. طيب اسمعنا عطية، اسمعنا من الهاتف وقصر التلفزيون شوي. طيب طيب اعطنا تفضل تفضل. الشيخ طال عمرك، انا خادم في مسجد جنب البيت. طيب. احيانا نعم. الصبح والعشاء ما حد يصلي معي الا انا اذن واصلي لحالي، وفي جامع قريب منا يبعد 5 دقائق. علما اني اقول بالنظافه في هذا الجامع اللي انا فيه شغال فيه جنب البيت، لكن اغلب الفروض ما حد يصلي معي، الناس مسافرين ولا الا انا لحالي اذن واصلي. هل انا اتركه في المسجد وانزل اصلي مع الناس ولا اصلي فيه؟ طيب شكرا. ما السؤال؟ يقول بأنه في مسجد في قرية في بعض الفروض فضيلة الشيخ لا يصلي معه أحد، وقرب هذا الشخص جامع، يقول هل أذهب إلى الجامع أو أصلي بالحال في المسجد؟ وكيف يبنى مسجد وهو ما حوله أحد؟ فما يبنى مسجد وهو ما حوله أحد، لكن يمكن أنهم يتكاسلون. نعم. فأنت تنصحهم وتنكر عليهم وتؤذن حتى يسمعوا الأذان. إذا قدر أن ما جاء أحد يصلي معك والمسجد الثاني قريب منك اذهب إليه. نعم. أحسن الله إليكم. من قطع الطواف أو السعي للصلاة فهل يتم من مكانه أو يستأنف من جديد يا شيخ؟ نص أهل العلم على أنه يبدأ الشوط من جديد، لأنه انقطع بالصلاة فيستأنف الشوط من جديد ويبني على الأشواط التي قبله ويكمل طوافه، الحمد لله، وهذا أحوط له أحسن. نعم. يقول الشيخ لي صديق على لسانه كلمة الطلاق، وزوجته الحقيقة تشكو من ذلك، فهل يقع الطلاق مع أنه يقول لا أريد إلا التخويف؟ ما يجوز التلفظ بالطلاق. التلفظ بالطلاق إذا تلفظ بالطلاق وقع، ولا يقول أنا ما نويت، إنما أريد التخويف. النية ما تشترط إلا في كنايات الطلاق، أما اللفظ الصريح فيقع بمجرد ما يتلفظ به مختارا غير مكره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما معنى حديث ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ومثال ذلك؟ نعم، الحديث واضح أنه يحرم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة أو يعبث بالأرض ويخطط بالأرض. من مس الحصى يعني مس الأرض، خطط فيها أو كما يفعل الفارغ الذهن ينشغل عن الخطبة، وهذا حرام. عقوبته أنه يلغو ثواب جمعته فيصبح لا جمعة له، لا أجر له في صلاة الجمعة التي تكلم أو مس الحصى والإمام يخطب. نعم. نايف من الرياض، تفضل يا نايف. السلام عليكم. عليكم السلام.
عليكم السلام. الشيخ بالنسبة إذا سقط المنديل وأنا في أثناء الصلاة هل يجوز المسحناء؟ نعم. إذا سقط المنديل وأنا في أثناء القيام في الصلاة هل يجوز الانحناء أخذ المنديل أم ما يجوز؟ إذا كنت تحتاجه أخذه ما في بأس. نعم. طيب الشيخ السؤال الثاني، ما هو علاج الحسد؟ الاستعاذة بالله من الشيطان وسؤال الله من فضله، وأسأل الله من فضله، إن الله كان ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، فتسأل الله يعطيك مثل ما أعطى أخاك، ولا تحسده تتمنى زوال النعمة عن أخيك. نعم. أحسن الله. شكرا. نايف من الرياض معنا. طيب، في الشتاء فضيلة الشيخ توضع الدفايات أمام المصلين، ما رأيكم وما حكم ذلك؟ لا بأس بها للحاجة، يستدفئون بها ولا بأس بها، وهي ما تعتبر هي مثل النار، يعني يكره استقبال النار، هذه ما هي بنار، هذه كهرباء. نعم. هذا يسأل يقول هل يجوز أن يجمع المتزوج بين الزوجة وبنت أختها؟ بنت أختها؟ نعم. تصير خالتها، تصير زوجة خالتها، ما يجمع بينهن. نعم. هل يجوز يا شيخ إعطاء الأجير من الزكاة؟ إذا كان فقيرا يعطى لفقره لا بأس، أما إذا أعطي لأجل ترغيبه في الشغل والعمل هذا لا يجوز ولا تجزي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بالنسبة لعبارة إن شاء الله، ترديدها فضيلة الشيخ في بعض الأمور ما حكمه؟ نعم، إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، تقول إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن شاء الله، وهي كلمة طيبة. نعم. إبراهيم من جدة، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. كيف الحال؟ دلوقتي شيخنا اختصر الموضوع، انا كنت شاكي واحد بسبب اساس بتاع شقه عفش بتاع المدير بتاعي، ودلوقتي انا اشتكيته ورحت الاماره وبلغته وكلام، ودلوقتي القضيه بتتقلب ضدني ان انا متهم، وانا معايا كل ما يثبت ان الاوراق بتاعتي، فهل اتنازل عن القضيه ولا اكمل في القضيه؟ شكرا يا أخي، هذه خصومة، هذه ترجع فيها إلى المحكمة الشرعية وتعرض ما عندك من البينات والقاضي ينظر فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخ، الضابط في المطر، فبعض أئمة المساجد عند نزول المطر يجتهد بين الصلاتين فيجمع بين المغرب والعشاء، وبعضهم عند نزول أول رش من المطر. لا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إلا إذا كان المطر غزيرا يبل الثياب ويحصل منه مستنقعات في طريق المسجد، فحينئذ يجمع لإزالة المشقة عن المأمومين. أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع بين الصلاتين. نعم. تقول السائلة في الرقية يا شيخ، هل نقرأ فقط الفاتحة وما الآيات التي تورد على تقرأ على المريض؟ الفاتحة رقية، يقرأ الفاتحة على المريض وينفث عليه، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويقرأ الأدعية الواردة في الرقية ويجتهد في هذا، وهذا سبب من الأسباب. نعم. تفضل يا صالح من القصيم معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله جميعا يا شيخ، الله يجزاك خير. عندي سؤال،
وهو الله يحفظك. نعم. عن زكاة السيارة المبيوعة بالدين بالقسط الشهري يا شيخ. الآن بعت سيارة بقسط شهري، والقسط هذا أحيانا مثلا أخذه أكله، أحيانا أشريبه شيء، أحيانا أجمع أدخره وأشتريبه سيارة أخرى. السؤال كيف أزكي المال هذا وهو ما يحول عليه الحول عندي القسط اللي أنا استلمت؟ يا أخي إذا كان حال الحول على قيمة السيارة وقد قبضتها أو وهي دين في ذمة المشتري، يجب أن تدفع الزكاة عن هذا المبلغ إذا بلغ النصاب. أما ما قبضته ولم يتم عليه الحول واستنفقته ولم يبقى منه شيء فلا زكاة فيه، لعدم وجود شرط وجوب الزكاة وهو تمام الحول. نعم. طيب يا شيخ الله يطول عمرك، كذلك السيارة اللي مثلا إلى حول أو مبلغ مثلا يا شيخ يعني سلفته أحد من الزملاء أو كذلك، يعني ما أدري هل هو حال عليها الحول مثلا قال عقب شهرين أو عقب ستة شهور أرجع لك المبلغ، ولا أدري هو حال عليها الحول ولا لا، يعني شلون الزكاة فيه؟ يعني ما هو وجوب الزكاة على الترجيع، الوجوب الزكاة على العقد. إذا حصل العقد وصار ثمن السيارة دينا في ذمة المشتري وتم الحول عليه 12 شهر من العقد تجب فيه الزكاة. نعم. المبلغ كامل يا شيخ اللي هو قيمة السيارة بفائدتها. اي نعم، قيمة السيارة بفائدتها، لأن الفائدة تابعة لرأس المال. نعم. أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للأموال التي أقرضتها قرضا حسنا لإخواني أو زملائي، هل تجب عليها الزكاة؟ وإذا حال عليها أكثر من 5 سنوات كيف أزكيها؟ نعم، يجب عليك تزكيها كل ما حال عليها حول وهي تبلغ النصاب، يجب أن تزكيها بعدد السنين التي مضت عليها، تحصيها، تحصي زكاتها وتخرجها، لا بد من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سوداني مقيم بالرياض يسأل عن الإعجاز القرآني للقرآن والسنة النبوية، دراسة هذا وتسمية هذا الاسم بالإعجاز العلمي، ما رأيكم فيه؟ هذا الإعجاز العلمي ما يجعل تفسير للقرآن، القرآن لا يفسر إلا بوجوه التفسير الصحيحة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بتفسير الصحابة، تفسير القرآن بتفسير التابعين، تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها، هذه وجوه التفسير، ولا يضاف إليها الإعجاز العلمي أو ما أشبه ذلك، لأن هذه تخرصات وظنون ما تجعل تفسيرا لكتاب الله عز وجل. نعم. أبو عبد الله من الرياض، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة سنان الرواتب يا شيخ، إذا كان الواحد يذهب إلى المسجد مبكر بنص ساعة أو ب15 دقيقة أو ب10 دقائق، هل طبعا هو من يدخل المسجد ويصلي السنة تحية المسجد، ولكن إذا أذن هل يصلي ركعتين، وخاصة في العشاء والمغرب اللي ما فيها سنن رواتب، او كيف، او انها تحية المسجد تكفي بالنسبة للصلوات كلها اذا راح بدري؟ شكرا. اذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، هذا سنة مؤكدة، واما الرواتب فهي بعد دخول الوقت، بعد الاذان يأتي بالراتبة القبلية، واذا صلى يأتي بالراتبة البعدية. نعم. أحسن الله إليكم. من نذر نذرا ولم يوفي بهذا النذر، ما الحكم؟ ما هو النذر؟ نعرفه، لابد نعرفه. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: بالنسبة لتلك
تأديب الزوجة والأولاد، ما أفضل الأمور والأساليب في تأديبهم إذا خالفوا الطريق السوي؟ ما جاء في الكتاب والسنة، قال الله جل وعلا في الزوجة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب هو المرحلة الأخيرة، لكنه ضرب غير مبرح. وكذلك الأولاد، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالضرب الذي يقصد به التأديب والتهذيب هذا من مصلحة الشخص الذي يقع عليه ذلك، ولكن لا يكون الضرب مبرحا ومؤلما، نعم، يعني ألما شديدا، نعم. هادي من الخبر، تفضل يا هادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام الشيخ، صار علي فدية لأن لبست المخيط في الحج، وأنا وولدي طبعا، فقالوا عليك إطعام ستة مساكين وعلى ولدك بعد إطعام ستة مساكين وأطعمنا، لكن قالوا أنت بعد لابس غطاء على الرأس بعد ستة مساكين، هذه ما دفعتها يا شيخ إلى الآن. أي نعم، تغطية الرأس عليها فدية مستقلة، ولبس المخيط على البدن عليه فدية أخرى مستقلة، ويخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو عتق رقبة. نعم، لكن أنا يا شيخ شو اسمه غطاء الرأس ما لا, لا لا يا أخي اصبر اصبر يا أخي، ما هو بعتق رقبة، خير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. نعم طيب، إطعام شو اسمه غطاء الرأس ما دفعته في مكة؟ ايه تدفعوا في مكة اذا رحت، او توكل واحد يدفع، يعني اتصل على احد معارفي هناك واقول له ادفع. اي نعم، بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بعلمك. حسن الله ليكم فضيلة الشيخ، ما المقدار المجزي في تعلم العلم الشرعي بالنسبة للمسلم في هذه الحياة؟ تعلم العلم الشرعي على نوعين، تعلم ما لا يستقيم الدين إلا به من معرفة العقيدة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، هذا لا بد منه، هذا فرض عين على كل مسلم. وأما مع تعلم العلم الزايد عن ذلك من أحكام المعاملات والمواريث والجنايات وغير ذلك، فهذا إذا قام به من يكفي من المسلمين يكفي، سقط الإثم عن الباقين وبقي سنة في حق الباقين. وإذا لم يقم به أحد ويأثم الجميع، كل المسلمين يأثمون إذا تركوه لأنهم بحاجة إليه، فلا بد أن يقوم به من يكفي. نعم، معنا اتصال. سليم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، مساكم الله بالخير إن شاء الله. حيك، تفضل. حياكم الله. بغيت الشيخ اسأله طال عمرك. تفضل. ما حكم طلاق الموسوسه يا شيخ؟ اللي مصاب بالوسوسه، مريض نفسي وعندها، اذا كان ما يتصور، اذا كان الوسوسه المستشفى انه مريض نفسي. طيب بس يا اخي اسمع النوبات هذه، اسمع الاجابه. نعم، اسمع الاجابه. الله يهديك، إذا كان معه عقله ويتصور ما يقول فإنه يقع الطلاق. لا يا، وأما إذا كان على ما ذكرت أنه ما يتصور ما يقول فهذا لا يقع منه شيء، لأنه غير مكلف في هذه الحالة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: ما أفضل المختصرات في الفقه؟ أفضل المختصرات في الفقه الموجودة الآن بين أيدينا والذي يدرس في المساجد وفي دور العلم هو متن الزاد، هو متن الزاد، زاد المستقنع،
هذا كتاب حافل وكتاب مختصر وجيد. نعم. معنا سعود من الرياض، تفضل يا سعود. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. محبك في الله يا شيخ. الله يجزاك الخير يا شيخ. انا عندي سؤال للدعاء بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي جائزة؟ نعم. الدعاء بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي جائزة؟ كيف الدعاء بمحبة الرسول؟ يعني أدعي يعني اللهم اللي أسألك بمحبة نبيك أن تغفر لي ذنبي. التوسل بها قصدك؟ ليس التوسل بها، الاعتقاد مو توسل يا شيخ، الاعتقاد يعني غير توسل. الله هديك، لا قلت أسألك، اصبر الله هديك، إذا قلت أسألك بمحبة نبيك باتباع نبيك هذا توسل إلى الله وهذا جائز لأن هذا مشروع الله لا بأس به. أيوة حياك الله. الله يجزاك الخير. شكرا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما صفة سجود الشكر وما كيفيته، وهل يلزمني أن أكون على وضوء وتوجه للقبلة؟ إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة يسجد للشكر، مثل سجود الصلاة يسجد على الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى ويكرر هذا ثم يقوم من سجوده، هذه سجدة الشكر وهي سجدة مستقلة، وإذا كان توضأ فهو أحوط وأحسن. نعم، لأن بعض العلماء يقول لها حكم الصلاة وبعضهم يقول ليس لها حكم الصلاة، وكونه يتوضأ ويكون على طهارة ويتوجه للقبلة هذا أفضل. نعم. معنا فالح من الدمام، تفضل يا فالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صالح نحبك في الله. حياكم الله. شيخ عندي سؤال بالنسبة لحق الوالد. نعم. هناك خلاف بين أخي الكبير والوالد حفظه الله، فهو على خلاف الآن يدخل في السنة الخامسة، والوالد غير راضي عن أخي وهو مغضبة، والأخ في خلاف كبير على مصالح دنيوية، وأخي أسأل الله أن يهديه يعني أتبع معها يعني بضع من أخواتي، فهم الآن قاطعين الوالد هم وذراريهم، والآن يعني وهو يضع أن نحن إخوته، نحن إخوة من الأب، يضعنا نحن السبب ونحن العائق ونحن سبب الخلاف بينه وبين الوالد، ونحن الآن في حيرة من الأمر، فنحن أتينا للإصلاح فرفض الإصلاح. واضح. وهو لا يرضى أن يستقبلنا، والآن نحن يعني في حيرة من الأمر. شكرا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ. طيب شكرا، واضح السؤال. يا أخي أصلحوا بين والدكم وأخيكم، أصلحوا بينهم، سووا النزاع بينهم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واجتهدوا في هذا، فإذا لم يقبلوا ولم يحصل النزاع الصلح فقد أديتم ما عليكم، وما الإثم على القاطع، وأما أنتم أديتم ما عليكم والحمد لله، نصحتم وألححتم بزوال القطيعة، فأنتم لا تستطيعون أكثر من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عبد الله بأنني أقرأ على الجماعة في العصر برياض الصالحين، فما رأيكم فيه وما رأيكم بمؤلفه مأجورين؟ كتاب جيد وحافل، وكانوا يقرؤون به في المساجد، وهذا عمل جيد، ويسمع المصلين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب موثوق، وصاحبه من كبار المحدثين إمام جليل النووي رحمه الله،
إمام محدث جليل. نعم. هذا السائل أبو عصام يقول بأننا نصلي مع أولادي في الساعة الواحدة ليلا صلاة القيام، فما رأي الشيخ في ذلك؟ مأجورين في غير رمضان. شيء طيب، هذا شيء طيب، جزاكم الله خيرا، استمروا عليه. نعم. يقول السائل تقول السائلة: زوجي مقيم في جدة ونوى العمرة وأحرم قبل بداية الميقات نسيانا منه، فماذا يلزمه؟ ستتم الجواب السؤال الذي قبل هذا. إذا كان قصد السائل أنهم يصلون مع والدهم جماعة في قيام الليل، هذا ما يكون إلا في رمضان، لكن إذا فعلوا بعض الأحيان فلا بأس، لكن لا يداوموا على أنهم يصلون جماعة في صلاة الليل. وكل يصلي لنفسه، كل يصلي لنفسه. نعم. والسؤال الثاني: تقول زوجي مقيم في جدة ونوى العمرة وأحرم قبل حدود الحرم. يحرم من جدة، ما يحرم من حدود الحرم، يحرم من جدة، هي ميقاته، وإذا كان تعداها ولم يحرم منها يكون عليه فدية. نعم. طيب، ناخذ متصل علي من القصيم، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساكم الله بخير. ممكن الشيخ يا أبو محمد؟ تفضل. الو. تفضل، يسمعك الشيخ سؤالك. سام. السؤال. عندي مكالمة ما هي صعبة. طيب، إذا نعود إلى أسئلتنا. فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني؟ وبالنسبة للمفرد والمتمتع والقارن، كيف يأخذون بذلك؟ الواجب في يوم العيد ثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة، حلق الرأس أو التقصير، الطواف والسعي بعده، هذه ثلاثة. إذا فعلها كلها تحلل التحلل الكامل، وحل له كل شيء من محظورات الإحرام حتى زوجته تحل له. وأما إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فهذا هو التحلل الأول، ويحل له كل محظورات الإحرام ما عدا زوجته حتى يأتي بالثالث. هذا هو التحلل الأول. التحلل الثاني وهو يكون في جميع المناسك، في التمتع وفي القران وفي الإفراد، يكون فيها جميعا. نعم. أبو فيصل من جازان، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفع صوتك. عليكم السلام. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول: عند الحلف بالمصحف هل يقال ورب المصحف أم والمصحف؟ طيب، يجاوب الشيخ. لا، ما يقال ورب المصحف، لكن ولا يقال والمصحف، لأن المصحف فيه جلد وفيه أوراق وفيه، فيحلف بكتاب الله، يحلف بالقرآن أو بآية من القرآن، يحلف بالقرآن أو بآية من القرآن. نعم. السؤال الثاني. نعم. ما صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ الحديث صحيح، ومعناه وجوب البر بالأمهات، وأن بر الوالدة أنه يسبب دخول الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. نعم. ولين حلل تقبيل قدم أمه؟ ها؟ الانحناء لتقبيل رجلين الأم أو الأب. مباح، هذا مباح، قبل يديه أو رجليه مباح هذا. الحمد لله. السؤال الثالث: ما حكم لبس العباءة الكتف إذا كانت واسعة وما تبين مفاتن المرأة؟ عند الخروج تجعلها على رأسها يا أخي، العباءة تجعل على الرأس عند الخروج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو طلال يقول: يا شيخ صالح، بأنه تخرج وتوظف الآن وبدأ يضع الراتب في المصرف، يقول: بالنسبة لزكاة هذا الراتب
متى أخرج عنه؟ هل هو في منتصف السنة أو في آخرها؟ يجعل موعدا من السنة يخرج زكاة ما اجتمع عنده إلى دوره من السنة التي بعدها. نعم. آخر اتصال معنا، من معنا؟ تفضل. معكم أبو خالد. أبو خالد. السلام عليكم. تفضل يا أبو خالد. وعليكم السلام. شيخ جزاك الله خير يا شيخ، أنا عندي سؤال بس ما أقدر أقوله على الهواء مباشرة على الهواء. طيب عفوا يا أخي، إذا تكلم الشيخ لأنه أدركنا الوقت، تكلم الشيخ في إدارة الإفتاء. نشكركم فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله وأطال في عمركم على طاعته، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي استفدنا الحقيقة من هذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة. رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد ويزيد بن محمد الماضي، كما أشكر الفنيين والمخرجين وجميع الزملاء معي في استوديو الرياض. هذا زميلي معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعمرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.